الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلاب الصف الخامس، أهلاً ومرحباً بكم في الجزء الأول من درس اهتمام الإسلام بالرياضة، مجال الآداب والأخلاق الإسلامية. أبنائي الطلاب، في بداية الدرس ندعو الله أن يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أبناء الطلاب، برأيكم ماذا تتوقعون من أهداف لدرسنا اليوم؟ أحسنتم، يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن أولاً يعدد بعض الرياضات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا يصف بعض الرياضات في العصر الحديث. فهيا بنا نتعاون ونشارك ونركز جيدا لنحقق هذه الأهداف. هل أنتم مستعدون؟ أحسنتم، إذن هيا بنا. أبناء الطلاب، قوموا بإيقاف الفيديو وفتح كتاب التربية الإسلامية صفحة 68 واقرأوا التهيئة الواردة ولا تتعجلوا أثناء القراءة، واجتهدوا أن تقرأوا بطريقة سليمة، واستعدوا للإجابة عن السؤال التالي: هل انتهيتم من القراءة؟ أحسنتم، إذن برأيكم ماذا نرى بالصورة المعروضة؟ من يجيب؟ تفضل. أحسنت، إجابة صحيحة، طلاب يمارسون الرياضة. من يقرأ الحديث الشريف؟ تفضل. أحسنت، قراءتك صحيحة. من يقرأ ويجيب عن السؤال التالي؟ ولكن فكروا جيداً واجتهدوا أن تقرأوا وتجيبوا بطريقة صحيحة. أحسنتم، بارك الله فيكم. نفهم من الحديث الشريف أن المؤمن القوي في دينه وبدنه وعلمه وسلوكه يحبه الله، وأن ممارسة الرياضة من الأسباب التي تقوي المؤمن في بدنه. أبناء الطلاب، اعلموا أن الإسلام دين شامل وحث الفرد والمجتمع على ممارسة الرياضة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة في هذا المجال ومارس الرياضة بنفسه. برأيكم ما أنواع الرياضات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم، من الرياضات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أولاً الرماية، وثانياً المصارعة، وثالثاً العدو، ورابعاً المبارزة بالسلاح. فهيا بنا نتعرف على هذه الرياضات. أولاً الرماية. أبناء الطلاب، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحافظة على مهارة الرماية، فقال صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم افتخر برماية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: ارم سعد، فداك أبي وأمي. ولأهمية الرياضة، سعد دولتنا الحبيبة قطر لتطوير رياضة الرماية، فأنشأت النوادي والمسابقات ونظمت الفعاليات وأتاحت الفرصة لممارستها
بين كافة شرائح المجتمع القطري. ثانيا، المصارعة. أبناء الطلاب، قوموا بإيقاف الفيديو وفتح كتاب التربية الإسلامية صفحة 69، واقرأوا الفقرة التالية، واستعدوا للإجابة عن السؤال التالي: هل انتهيتم؟ أحسنتم. برأيكم، هل مارس النبي صلى الله عليه وسلم المصارعة؟ أحسنتم، إجابة صحيحة، نعم، مارس النبي صلى الله عليه وسلم المصارعة، فصارع ركانة بن يزيد، وكان قوياً، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وغلبه. وفي يوم أحد، رد النبي صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندب، وذلك لصغر سنه، وأجاز رافع بن خديج، فقال سمرة: أنا أصرعه يا رسول الله. فتصارع فصرع سمرة بن جندب رافع بن خديج، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد أحد مع المسلمين. ثالثا، العدو أو الجري أو السباق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع الأطفال على السباق فيما بينهم، فكان يجمع أبناء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ويشجعهم على ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسابق مع السيدة عائشة رضي الله عنها، فتسبقه مرة ويسبقها مرة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الإسلام شجع جميع فئات المجتمع رجالاً ونساءً وأطفالاً على ممارسة الرياضة. رابعاً، المبارزة بالسلاح، وهي نوع من الرياضات التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وسمح بممارستها في المسجد، وهي عبارة عن حركات رياضية يصاحبها التدرب على الأسلحة، كالمناورة بالسيوف وتلقي الضربات وغير ذلك من المهارات الأخرى التي تتطور وفق الزمان والمكان. والآن أبنائي الطلاب، بعد أن تعرفنا على بعض الرياضات التي انتشرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من يقرأ ويجيب عن السؤال التالي: عدد بعض الرياضات التي انتشرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل، ولكن اجتهد أن تقرأ باللغة العربية الفصحى ولا تتسرع أثناء الإجابة. أحسنت، بارك الله فيك، إجابة صحيحة. من الرياضات التي انتشرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: الرماية، المصارعة، العدو، المبارزة بالسلاح. والآن أبناء الطلاب وبنات الطالبات، قوموا بإيقاف الفيديو وفتح كتاب التربية الإسلامية صفحة 74، وسجلوا الإجابة ولا تتعجلوا أثناء الكتابة، واجتهدوا أن تكتبوا بطريقة صحيحة. هل انتهيتم؟ أحسنتم، وبارك الله فيكم. أحبائي الطلاب، برأيكم، ما أنواع الرياضات التي انتشرت في العصر الحديث؟ من يجيب؟ تفضل. أحسنت، كرة القدم وتنس الطاولة. إذن هيا بنا نتعرف على هذه الرياضات.
من الرياضات التي انتشرت في العصر الحديث كرة القدم، وتعد من أكثر الألعاب شعبية في العالم، وممارستها تنمي العضلات وتجعل الجسم قوياً وصحياً، وتهتم جميع دول العالم بمتابعتها وتنظيم المباريات، بل إنها أصبحت جزءاً مهماً في حياة الشعوب والأفراد والدول، وقد اهتمت دولتنا الحبيبة قطر بهذه الرياضة، حيث إنها تستعد أتم الاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وبإذن الله عز وجل سيكون التنظيم مثالاً يحتذى به أمام كل دول العالم. كذلك أيضاً من الرياضات التي انتشرت في العصر الحديث تنس الطاولة، وهذه الرياضة لها فوائد عديدة بدنية ونفسية، وتعتبر من أفضل الألعاب للكبار والصغار، حيث إن ممارستها تزيد الثقة بالنفس، وهي من الرياضات العالمية المنتشرة وتشجعها وتنظمها جميع الدول. وهنا أحبائي الطلاب، نذكر بالقيمة التربوية لدرس اليوم، وهي ممارسة الرياضة. فلنجدد النية لممارسة الرياضة، كل منا حسب ما يحب من أنواع الرياضة. والآن أبنائي الطلاب، بعد أن تعرفنا على بعض الرياضات التي انتشرت في العصر الحديث، من يقرأ ويجيب عن السؤال التالي؟ أحسنتم، إجابتكم صحيحة. من الرياضات التي انتشرت في العصر الحديث كرة القدم وتنس الطاولة. أحسنتم وبارك الله فيكم أبنائي الطلاب. والآن هيا بنا نقيم أنفسنا فيما تعلمناه اليوم من خلال الأسئلة الآتية. سأقرأ أمامكم السؤال وأنتم تضعون الإجابة. السؤال الأول: اذكر مثالين للرياضات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم، الرماية، العدو أو الجري. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي. افتخر النبي صلى الله عليه وسلم برماية الصحابي؟ أحسنتم، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. السؤال الثالث: أم المؤمنين التي سابقها النبي صلى الله عليه وسلم هي السيدة؟ أحسنتم، هي السيدة عائشة رضي الله عنها. دمتم متميزين أبنائي الطلاب. أبنائي الطلاب، ختاماً اعلموا أن مذاكرتكم لدروسكم أولاً بأول، وقيامكم بحل الواجبات وإبداء الرأي في المناقشات المرفقة سبب من أسباب التميز والتفوق، فاحرصوا على ذلك. إلى اللقاء مع الجزء الثاني من الدرس، أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.